مرحبا بكم. مع إغلاق المؤسسات التعليمية في هذه الظروف الصحية الصعبة التي نعيشها، أصبح تبني بيئة التعلم الافتراضية أو التعلم عن بعد من خلال شبكة الإنترنت أمرا أساسيا لما توفره من سهولة في التعلم للطلاب وكفاءة أكبر في إيصال المعلومات للطلبة وفعالية أكبر في التواصل بين الأساتذة والطلبة. وحتى نتفادى بعض المشاكل التي تقع في مثل هذه الظروف، حيث يتدخل مجموعة من الطفيليين على هذا الميدان ويدعون أنهم مختصون في مجال التعليم عن بعد، فسنوضح بعض الحقائق. نحن هنا في مركز الابتكار البيداغوجي التابع لجامعة ابن زهر نتوفر على 3 منصات للتعليم عن بعد تشتغل منذ عدة سنوات. هذا المركز الذي أقره مجلس الجامعة يتوفر كذلك على استوديوهين مجهزين لتسجيل الدروس فيديوهات وتقنيين وأساتذة متخصصين في مجال التعليم عن بعد. يستخدم المركز منصة مودل للتعليم عن بعد، وسنحاول بسرعة شرح ما هي هذه المنصة وما توفره للأستاذ والطالب من أدوات لإعداد وتقديم الدروس والتواصل عبر المنتديات وصالونات التحاور وغير ذلك. منصة مودل رائدة في التعلم الإلكتروني، وتعتبر من أفضل بيئات التعلم الإلكتروني، حيث اكتسبت شهرة واسعة حول العالم، فهي تستخدم من قبل عدد كبير من المؤسسات التعليمية والأكاديميات والجامعات في مختلف أنحاء العالم. وما يميز منصة مودل أنها منصة مجانية ومفتوحة المصدر، يمكن لأي شخص أو أي مؤسسة تعليمية الحصول على الدورات التدريبية والمزايا التعليمية الكبيرة بمجرد التسجيل في الموقع. تقوم فلسفة مودل على أن المعرفة تبنى في عقل المتعلم من خلال ما يقدم له من معلومات، ويكون دور الأستاذ هو خلق بيئة بيداغوجية تجعل من المتعلم أي المتلقي وتجعله يبني معارفه من خلال تجاربه ومؤهلاته. هذه الفلسفة تختلف جذريا عن التعليم التقليدي الذي يقوم الأستاذ فيه باختيار ما يجب تقديمه وما يجب على المتعلم معرفته. واجهة المستخدم أي الانترفاس لمنصة مودل هي متاحة بعدد كبير من اللغات العالمية كالإنجليزية والفرنسية والألمانية، وكذلك هي متاحة باللغة العربية ولو بشكل جزئي، حيث يتم توفير بعض البنود فيه باللغة العربية عند اختيارها كلغة في الموقع. كما تتيح منصة مودل للجامعات والمدارس إجراء تمارين واختبارات للطلبة إلكترونيا، كما تتيح مشاركة الدروس والمحاضرات والفيديوهات التربوية والمعلومات، وكذلك قواعد البيانات بشكل إلكتروني يمكن للطلبة الوصول إليها بسهولة. كما يتيح مودل للمستخدمين العاديين أيضاً الوصول إلى الدروس والمناهج التعليمية المجانية والتي يتم مشاركتها، إذ تحتوي المنصة على أنواع مختلفة من المحتوى التعليمي مثل الدروس التي يمكن تنزيلها على الحاسوب واستخدامها مجانياً، والدروس التي يمكن الالتحاق بها وحضورها على الإنترنت كذلك مجاناً، والمحتويات الأخرى مثل المذكرات والملفات والتدريبات، سجلات قواعد البيانات كما قلنا، والمعاجم التي يمكن إضافتها للدروس والتي تزيد من فعالية هذه الدروس بصفة عامة. نطلب من الأساتذة الراغبين في وضع دروسهم لفائدة طلبتهم أن يعبئوا استمارة الطلب التي ستجدونها في رابط هذا الفيديو، وسنوفر لهم كذلك الكودات اللازمة لولوج المنصة وتحميل دروسهم وتمارينهم عليها. كما سننشر في الساعات القادمة فيديو يفصل كيفية الولوج للمنصة بالنسبة للطالب وبالنسبة للأستاذ، وسيتمكن الطلبة استثنائيا من ولوج المنصة دون الحاجة للتسجيل المسبق، أي أنها ستبقى مفتوحة لأي طالب، وسيبقى مركز الابتكار البيداغوجي مجندا لمد يد المساعدة والدعم. وكذلك بالنسبة للأساتذة الذين يريدون تسجيل كليبات فيديو عن دروسهم، أي يمكن أن تكون هذه الكليبات عبارة عن فيديوهات من 5 دقائق إلى 10 دقائق التي يشرح فيها الأستاذ شيء فصلا معينا من درسه، دونك احنا مستعدون لتسجيل هذه الفيديوهات
لكل من يرى في نفسه الاستعداد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها جامعتنا والتعليم بصفة عامة في المغرب والعالم. شكراً.